السلام عليكم. يعتبر الإنسان أذكى كائن على وجه الكرة الأرضية، ولكن البعض ينسى أن على قدر محدودية ذكاء الحيوانات وباقي الكائنات على الأرض، هناك أيضا حيوانات تخطت مستوى الذكاء وإدراك باقي الحيوانات، حيث هناك الكثير من الحيوانات التي تتعلم وتستطيع تقليد الأصوات والقيام بمهام معينة. في هذا الفيديو نتعرف معا على ما هو أذكى الحيوانات على وجه الكرة الأرضية مع بعض المعلومات عنهم، لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أولا، الشمبانزي هو نوع من أنواع القردة العليا الإفريقية، يعود أصله إلى عائلة الهومينيدي أو كما يطلق عليها أشباه الإنسان، وهذا النوع من سكان الكهوف ويشبه القرد، لكنه أكبر منه في الحجم فضلا على أنه أقوى من القرد بنسبة كبيرة، ويتراوح طول الشمبانزي ما بين 130 و 160 سنتيمتر، فيما لا يزيد وزنه عن 60 كيلوغراما ولا يقل عن 30، ويتميز بقوة عضلاته وذراعيه التي لا تقارن بساقه القصير بعض الشيء. ويتميز الشمبانزي بجسم مليء بالشعر الطويل داكن اللون، أما وجهه فهو خالي من الشعر تماما. وأجريت العديد من الاختبارات على الشمبانزي وأثبتت أنه يتميز بنسبة الذكاء شديدة تقارب الإنسان. ثانيا، الدلافين تعتبر من أذكى الحيوانات المائية، فهي قادرة على التعلم بسهولة ويسر، كما أن لديها قدرة على تقبل ما يتم توجيهه إليها من تعليمات وتنفيذها، وهناك الكثير من الحوادث التي قامت فيها الدلافين بإنقاذ حياة بشر كانوا مهددين بالغرق. وتنتمي الدلافين إلى الثدييات ولها صلة بالحيتان، تعيش في جميع بحور العالم وتحديدا في الأرصفة القارية، وتتغذى على اللحوم فتأكل الأسماك والحبار. وسبب وصفها بأنها من أذكى الحيوانات في العالم هو كونها قادرة على تفهم أخطاء الماضي وعدم الوقوع بها من جديد، كما أنها تستخدم في كثير من العروض عن طريق التدريب والتعلم الذي يتم بسهولة ويسر. ثالثا، الفيلة مهما تعددت أنواعها إلا أن جميعها تتمتع بنفس الصفة وهي الذكاء، حيث إن هناك نوعين من الفيلة وهم الإفريقي والآسيوي. الفيلة إفريقية النوع يصل طولها إلى 4 أمتار، أي ما يوازي 13 قدما، وتزن 7000 كيلوغرام. وتتمتع الفيلة بأنواعها بذكاء وراثي، فهي تستطيع أن تتواصل مع بعضها حتى لو كانت تفصل بينهم مسافات طويلة. وشوهد أن هناك الكثير من الفيلة في تايلاند ترسم لوحات تعبر بها عما تشعر به وعما يدور حولها. على الرغم من بساطة هذه اللوحات، إلا أنها تعد دليلا على ذكاء الفيلة. رابعا، هورودوريسوس يعتبر من أقرب أنواع الحيوانات إلى الإنسان، هو نوع هندي من أنواع القرود لكن حجمه أقل كثيرا، ويعتبر من أكثر الأنواع ذكاء لأنه يتفهم تفاصيل وجه كل من حوله، وقادر على فهم ما إذا كان أمامه عدو أم لا. خامسا، الببغاء الإفريقي يعيش هذا النوع من الببغاوات في جنوب إفريقيا ووسط الغابات والحقول، تحديدا في الكاميرون وغانا ونيجيريا. يوجد نوعان من هذا الببغاء، وهو الإفريقي صاحب الذيل باللون الأسود ويطلق عليه اسم التمنة، أما النوع الثاني فهو الببغاء الإفريقي الذي يتميز بذيله أحمر اللون، ويعتبر من أذكى الحيوانات الناطقة، كما أن لديه قدرة هائلة على حفظ الكلمات وترديدها بسهولة ويسر.
We'll be right back.